من كيف ستتفاعل الأسواق؟ دعونا نتابع مع ضيفنا من عمان السيد سركيس تشوبريانو وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي. سيد سركيس أهلا بك وشكرا لانضمامك. يعني نشاهد نوع من الارتداد، يعني برأيك هل الارتداد اليوم مستدام أم أنها تعتمد على ما يأتي من بيانات جديدة فيما يخص الإصابات بفيروس كورونا؟ نعم، تفاعلت الأسواق المالية بشكل كبير مع مستجدات فيروس كورونا، وبداية كانت التوقعات تشير إلى احتمالات انتشار واسعة، لكن بحسب منظمة الصحة العالمية تم الإشارة إلى أن هذا المرض الذي يسبب فيروس كورونا الصيني عبارة عن مرض تتراوح أعراضه ما بين الطفيفة إلى المتوسطة، وأغلب الحالات التي سجلت والوفيات التي حصلت كنسبة وتناسب بين الحالات التي سجلت والوفيات كانت عبارة عن حالات قد شهدت أعراضا فاقت المتوسط، وتشير التوقعات إلى أن أعداد المصابين مرتفعة جدا، والأسواق المالية حاليا بدأت تنظر إلى هذا المنحنى بعض الشيء، وتشير إلى أن المرض ليس بخطورة مرض سارس الذي شاهدناه في 2003، لكن هذا أيضا لا يعني بأن الأسواق المالية لم تتأثر أو لن تتأثر فيه. فعلى سبيل المثال يوم أمس شهدنا تأثر كبير في مؤشر يوروستوك 600 الذي انخفض وفقد حوالي 180 مليار يورو. فالأسواق المالية تتفاعل وبشكل كبير مع المستجدات، لكن لهذا اليوم عادت النظرة لا أستطيع أن أقول أكثر تفاؤلا لكنها أقل تشاؤما تجاه انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي، فرغم أن التوقعات تشير بالفعل إلى احتمال التأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وتحديدا الاقتصاد الصيني، لكن المتداولين حاليا ينظرون إلى انخفاض أسعار العديد من الأسهم وأن الوضع ليس بالسوء الذي كان يعتقد فيه، وهذا ما سبب الارتداد. أما إذا كان الارتداد سيكون مستدام فحاليا نحن بحاجة إلى بعض الأنباء التي تؤكد فعالية أحد العلاجات لهذا المرض أو ظهور لقاح لهذا المرض يحمي الاقتصاد العالمي والعالم من المزيد من الانتشار. طيب عم نشوف عودة أيضا الاستمرار للدولار بالصعود، يعني برأيك إلى أي مدى اليوم استمرار هذا الوضع في الصين قد يعطي مزيد من القوة للدولار للفترة القادمة أمام سلة عملات، وإحنا يمكن شايفينه اليوم أمام يعني الين الياباني كذلك عم بيحقق أعلى جلساته تقريبا لأول مرة برأيك؟ ألاحظ تدفقات سيولة لا أستطيع أن أصفها إلا بأنها تدفقات سيولة رائعة متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بارتفاع، لكن أيضا ألاحظ بأن الطلبات موجودة كانت يوم أمس وما زالت ظاهرة حاليا على العقود الآجلة لتداولات السندات، فتدفقات السيولة من حول العالم تتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يسبب طلب رائع على الدولار الأمريكي على الجانبين، إن كان في سبيل البحث عن استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع توقعات أن يكون الاقتصاد قد حقق نمو 2.2% خلال الربع الرابع الماضي، فهو بذلك أفضل من عديد من الاقتصاديات العظمى حول العالم. وفي نفس الوقت طالبي الملاذ الآمن يفضلون حاليا السندات الأمريكية باتجاهين، إن كان باتجاه طلبات الملاذ الآمن أو أيضا طلبات العائد المرتفع، نلاحظ طلب على الدولار عالميا مما يسبب ارتفاعه، وهذه الحالة ربما تستمر لبعض الوقت حاليا، خصوصا مع انتظارنا يوم غد لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، والذي من المتوقع أن يحافظ فيه على السياسات المالية وكذلك النقدية. طيب سيد سركيس، هل سيذكر الفيدرالي في اجتماعه برأيك المخاطر الخارجية والمتعلقة بتباطؤ الاقتصاد الصيني المتوقع جراء هذا الفيروس؟ اعتدنا أن نرى نظرة أكثر شمولية من الفيدرالي الأمريكي، فالتطرق للاقتصاد العالمي يكون في العادة دون تحديد أسباب مثل أسباب إن كانت الفيروس أو غيرها، لكن يعني من مخاطر خارجية أن يتم مثلاً الإشارة. نعم نعم نعم، من الممكن أن يشير إلى مخاطر الضغوطات الخارجية كاقتصاد عالمي ككل، لكن في نفس الوقت ربما يشير إلى مناسبة أسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية، مع التلميح إلى استعداده لاتخاذ أي إجراء للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إن كان من خلال تأثيرات خارجية مهما كان أسبابها.
طيب داو جونز يعني يبدو أنه عم بيحاول أيضا العودة للارتفاع من جديد، إلى أي مدى ممكن اليوم يعني نرى تأثير توقعات قرار الفيدرالي تبدأ تظهر ملامحها يمكن على السوق وكذلك على المؤشر إلى جانب مخاطر كورونا؟ نعم، من الجيد أن ننظر حاليا إلى توقعات الأسواق ونظرتها إلى تصرفات الفيدرالي الأمريكي في أسواق الريبو. فرغم أن الفيدرالي الأمريكي أشار بأن تدخلاته وتوفير السيولة في أسواق الريبو لا يعتبر سياسة مالية من خلال تيسير كمي أو نقدي، إلا أن الأسواق المالية تأخذ هذا على أنه واحدا من الظروف التي يقدمها الفيدرالي الأمريكي لدعم الاقتصاد، وهذا ما يقدم أيضا دعم إضافي لأسواق الأسهم. تأثيرات انتشار فيروس كورونا، كما أشرت لا أريد أن أكون متفائل جدا أو متشائم، لكن دعونا ننظر إلى التطورات التي من الممكن أن تسبب تذبذب في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه الخصوص. ومرة أخرى أؤكد بأن هنالك احتمالية لأن نرى تباين واضح في أداء مؤشرات الأسهم حول العالم. إذا قسنا المؤشرات الأوروبية أو الآسيوية مع الأمريكية، فهذا الأداء المختلط ربما يكون أيضا سبب رئيسي فيه هو اختلاف وضع الاقتصاد الأمريكي عن عديد من الاقتصاديات الأخرى. ومرة أخرى أؤكد بأن الأسواق تنظر إلى أنه دعم الفيدرالي لأسواق الريبو عبارة عن تحفيز اقتصادي كامل، رغم أنه الفيدرالي أكد أن هذه المعلومة لا تعد صحيحة 100%. نعم، نشكرك سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.